لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. ومع الدرس السابع من سلسلة دروس فقه الزكاة في المذهب المالكي، في هذه الحلقة أتناول شروط صحة الزكاة. وكما ذكرت في الدرس الماضي أن الزكاة لها شروط وجوب وشروط صحة وشروط عامة وشروط خاصة، وتحدثت عن الشروط الخاصة والعامة وشروط الوجوب، وبقيت لنا شروط صحة الزكاة. وأولها الإسلام، فلا تصح الزكاة من الكافر لأنه غير مسلم، ولأنه ليس من أهل الطهارة، ولأن الكفار هم مخاطبون فروع الشريعة. ثانيا النية، تجب النية عند إخراج الزكاة، لأن الزكاة هي عبادة، والعبادة لا تصح من غير نية، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والصبي والمجنون ينوي عنهما وليهما، وكذلك من أخذت منه الزكاة كرها تكفيه نية الإمام أو من ينوب عن الإمام. ثالثا صرف الزكاة في البلد الذي أنتجت فيه، بمعنى أنه يجب إخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه، أو بلد قريب منه لا يزيد على مسافة القصر اللي هي 83 كيلومتر، وهذا خاص بزكاة الحرث والماشية وتوزيعها في بلد صاحبها، في بلد صاحبها أو بلد قريب منه. أما زكاة العين بمعنى زكاة المال فلا بأس أن توزع في بلد يعني بعيد عن البلد الذي أنتجت منه، أي بلد قريب منه شيئا ما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. والصدقة على القريب أولى، صدقة على القريب أفضل، وكما نقول في كلامنا العامي نقول صدقة في المقربين أولى، والأولى أن كل غني يراعي فقراء بلده، كل غني يشوف الفقراء اللي هما في البلد ديالو وفي الجهة ديالو ويعطيهم ديك الزكاة، هم أولى بها من 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 غيره من أولئك الذين هم بعيدون، فهو لا يدري هل هؤلاء البعيدون هم أحق الناس بترك الزكاة أم لا. رابعا إخراج الزكاة بعد مرور الحول، كما ذكرت في درس ماضي أن الحول هو شرط لإخراج الزكاة، وقد منع المالكية إخراج الزكاة قبل الحول بوقت طويل، وهذا من غير خلاف بين المالكية، اتفقوا على منع إخراج الزكاة قبل الحول بوقت طويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ويجوز تقديمها بوقت يسير كما هو منصوص في المدونة، بناء على القاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه. وروي عن أشهب، إمام أشهب وابن وهب رضي الله عنهما، روي عنهما منع تقديم الزكاة قياسا على الصلاة، فكما لا يجوز تقديم الصلاة كذلك لا يجوز تقديم الزكاة، لكن الإمام القرافي رحمه الله رد عليهما وقال: هذا قياس باطل، لأن وقت الصلاة سبب وليس شرطا، وفرق بين السبب والشرط.
وقد أجاز كثير من العلماء تعجيل الزكاة قبل وقتها مطلقا، بمعنى أن تقدم الزكاة قبل الحول مطلقا، وهم الحنفية والشافعية لحديث علي رضي الله عنه. بمعنى دليلهم في هذا حديث علي بن أبي طالب أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الزكاة قبل الحول فرخص له في ذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. بمعنى العام قبل عام أخذناها قبل عام. إذن هذه هي شروط صحة الزكاة التي هي أولها الإسلام والنية وصرف الزكاة في البلد الذي أنتجت منه، وإخراج الزكاة بعد مرور الحول لا قبل مروره. إذن هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.